المسافات الطويلة وفي سباقات خارجية. يا أبو مستشار على القوانين 4 في 400 متر الوسام اللاعبي وفزنا على الفريق الأمريكي. بطولة أندية ومؤسسات العراق لبطولة الساحة والميدان وعلى مضمار الجادرية في جامعة بغداد، والحمد لله والشكر كانت بطولة ناجحة وبطولة جميلة وأحرز أرقام عراقية جميلة وأرقام قوية تؤهل للمشاركة في بطولة عربية في المغرب، والحمد لله كان الحظ الأوفر من هذه الأندية هي أندية محافظة نينوى، حيث أحرز اللاعب يحيى محمد من نادي مصافي الشمال التابع لمحافظة نينوى المركز الثاني، وعندك اللاعب عبد الواحد أحرز المركز الأول على فئة الناشئين المطرقة، ونادي فتاة نينوى أحرز نتائج جميلة جدا على مستوى الشابات، والحمد لله وشكر في كل بطولة أندية محافظة نينوى لها بصمة خاصة في اتحاد العراقي المركزي عبر القوى. صار لنا السنة نعد لهاي البطولة، مع الأسف حضرنا مدربين وفقط لاعبين، شاركنا فقط بناديين فقط اللي هو نادي نينوى ونادي فتاة نينوى، وللأسف أكثر الأندية ما شاركوا. السبب يقولون ما عندنا فلوس. زين إذا أنت ما عندك فلوس شلون راح تشارك بكرة قدم؟ يعني نعاني جدا جدا من هاي المشكلة. مطالبات احنا ما نطالب شيء إلا لنا، احنا ده نطالب للرياضين. هذا اللاعب صار له سنة كاملة يتمرن، نجي نتفاجأ بيوم السباق والله ما عدنا فلوس نشترك، شنو ذنب هذا اللاعب؟ هسه اللاعب كلهم قعدناهم البيت، مجرد جبنا لاعبين فقط يعني لاعبين فقط، شنو ذنب هذول اللاعبين؟ زين يقول ما عندي فلوس. زين انت من ما عندك فلوس وليش على قدم شلون تحصل فلوس؟ صراحة نادي بديه كان جاهز تقريبا ما يقارب 21 لاعب، لكن سبحان الله قبل السباق بيوم تفاجأنا انه لا يوجد مبالغ انه يشتركون وكذا، صارت احراج بين اللاعبين ما نعرف وين نوديهم. تعرف لنا اللاعب السنه كله احنا مرنه دي يشترك، وقبل المشاركه نشوف نتفاجئ مثلا النادي ما عنده فلوس او ما يريد يشترك، فمشكله كبيره. فاليوم صراحه يعني حتى يعني اليوم تواجدي هنا بصراحه لبعض اللاعبين اللي هم المراكز الاولى ما ردنا في حقهم، اكو منهم ضاع حقهم بالدور الاول اللي اشترك ما يحق له يشترك دور ثاني، لكن اكو لاعبين ما اشتركوا هذول يطلعون اوائل، جبناهم اليوم يعني انطيتوهم لبعض الانديه اللي هم يحصلون بها مراكز اولى، ربما هم يحصلون عقود لجاي الأندية، وهذا حق رياضي يعني ما نريد نقف بطريقه احنا. والله الحمد لله احنا نادي بلدي، اليوم نادي البلدية يعني الحمد لله بهاي فترة السنتين ثلاثة يعني تقريبا ما يقارب 4 كؤوس يعني جايب على مستوى المحافظة ومستوى قطر، يعني العام احنا طلعنا الثاني، على مستوى العراق بالدور الأول طلعنا الثالث، فعدنا نتائج الحمد لله وابطال عدنا، وعدنا 9 ميداليات في السباق العام اللي شارك فيه 9 ميداليات ملونه عندنا، وعدنا كاس المركز الثاني، يعني ما شاء الله نتائجنا جيده ما طلعوا مركز اولى، لكن ما نعرف شنو الظروف اللي عتصير انه فلوس ماكو او ربما ما نقول اهتمام 100% لكن اهتمام ضعيف باي الرياضه. طالب من انديه المحافظه تفعيل العاب القوى والاهتمام بها واحتضان كافه الشباب والناشئين للاشتراك في المنافسات البطولات المركزية في العاصمة بغداد. الحمد لله والشكر ميداليات على مستوى المركز الأول 2 والمركز الثاني 4 والبرونزية 2، وعندنا أبطال برزوا وهم صغار السن بال 400 متر أمثال محمد بلال، وإن شاء الله لاعبين الموصل نحتضنهم بهذا النادي المؤسساتي ويحصلون عقود أيضا ويحصلون رواتب ويحصلون تجهيزات.